249 دقيقة وقيت باش نحكيو على العالم شنو هو اللي صاير فيه توت سويت. ليكو انترناسيونال. وما نجموش نبداو نحكيو من غير ما نحكيو على الخبر تقريبا الاول اللي تحكي فيه اليوم. يمكن حاجه اللي ضحك اللي ماهوش جديد نعرفوه من قبل ولكن اوفيسيال اليوم ولا اصبح خبرا رسميا، الحاجه اللي ماهيش باين وخبر سيء جدا للاسف، وهو الاعلان رسميا عن افلاس لبنان. أي نعم. لا محالة، أنا بصراحة استغربت أنه ثم برشا يعني مواقع كبيرة ما كتبتش على الموضوع، أما هو جاء في إطار نقاش، في إطار حوار تلفزي مع رئيس نائب رئيس مجلس الوزراء اللي هو سعادة الشامي، وتكلم في إطار الحديث، معناها قال انه احنا باش نتقاسموا معناها الخسائر وبحكم انه الدولة مفلسة وكاو، معناها الكلمة تعدت على اساسها هكاك، ولكن في النهاية معناها تناقلت وسائل الاعلام الاخبار. نحب نذكر ان لبنان في مارس 2020 اعلنت انها عاجزة على سداد الديون نتاعها او البار نتاعها نتاع الديون، وهذا اللي نورمالمون معناها بالتفسير المونديال اللي انا ما نتفقش معاه، يقول لك دوله مفلسه معناها دوله غير قادره على خلاص سداد ديونها. معناها ما يهمش الشعب جيع ولا ما جيعش، المهم الدوله ما تنجمش تخلص ديونها. خلينا نسمعوا التصريح نائب رئيس الحكومه اللبناني، شنو اللي قال بالضبط السيد سعادة الشامي؟ توزيع الخسائر مثل ما قلت لك على الجهات المعنيه، يعني الدوله مصرف لبنان والمصارف والمودعين. قد ايه المودعين رح تحمل؟ ما في رقم محدد هلا براسي. ما في 30 ب 30 ب 30 يعني. لا ما بعتقد في ما في نسبة مئوية محددة يعني بهالخصوص هذا، بس نحن بنعرف انه الدولة ومصرف لبنان يعني كمان قطاع عام يعني امكانياتهم كثير ضئيلة، مشان هيك يعني الدولة، لأنه بسمع كثير انه الدولة هي للأسف الدولة مفلسة يعني، وكذلك مصرف لبنان في عندنا مشاكل. الدولة مفلسة، الكلمة هذه قلبت الدنيا على خاطر لأول مرة كما ذكرت يتقال لوتيرم بشكل رسمي من قبل نائب الرئيس الحكومة اللبناني، وكما كان ذكر للأسف الشديد النتيجة ستكون وخيمة على الجميع، البنك أو المصرف اللبناني، على المصارف اللبنانية، على البنك المركزي اللبناني، وكذلك على جميع المودعين. فينالمون السلبيات الوضعية اللي من هكايا بالاساس هي انه تمس جميع الفئات من الطبقات العليا الى طبقات السفلى. الموضوع كما ذكرت انت يا عبد السلام ما انطلقش اليوم، انطلق منذ سنتين كما قلت سنه 2020، وثم العديد من المحاولات اللي اعتبروها على الاقل في لبنان محاولات للاصلاح من خلال مشاريع قوانين، تغيير الحكومات، تغيير المسؤولين. السيد سعادة الشامي هو سي ان اونسيان اف ام اي، سي ان تكنوكرات بار اكسيلونس، معناتها هو سي ان بروفيل ماهوش بروفيل سياسي نهائيا، جاي سيد تقني باش يحاول ان يصلح ما يمكن اصلاحه. وانا وقت اللي شفت لاسيكونس اول حاجه خممت فيها هي انه يمكن تقال الكلام هذا على خاطره تقني، كان عنده جرأة باش يقول الإفلاس لأنه معطى تقني بالأساس، نسى النتائج اللي تنجم تكون النتائج الاجتماعية، النتائج الاقتصادية، المالية، هو بالأساس معطى تقني، قالوا بكل وضوح وصراحة. أنا اللي ما فهمتوش كيفاش المودعين يتقاسموا الخسائر مع الدولة ومصرف لبنان المركزي، معناه يعني انت تفسد وتعمل وتجيب قروضات وتصرفها فيما لا يعني، ونعرفوا نحن معناها الفساد في لبنان الوان معناها، وبعد تجي المودعين واحد حاط 2000 دولار ولا 4000 دولار باش تهز له منه، اش قال والله فلسة لبنان يلزمك تاخذ نصيبك من الافلاس. هذاك افلاس الدول شو معناها؟ اي ما ثم على الاقل المانيا وصلت تبتز في لبنان، راهو حاجات ما تتصدقش، المانيا وصلت تبتز لبنان، ما نعطيك فلوس كان ما تعمل لجنه تحقيق، راهو حاكم مصرف لبنان المركزي راهو معناها عنده ملفات فساد كبرى وهو اللي تسبب في الوضعيه هذه، واللي اليوم حاكم معناها محافظ بنك لبنان. ثم ضغوطات زي كيف على رئيس الحكومه اللبناني للاستقاله منذ فتره، ولكن ما حبش قال ارفض تقديم الاستقاله نتاعي، وهذايا فيه بحث عن خلق البلبله وافساد الوضع اكثر في لبنان. اونكور اون فوا من وجهه نظره انت تحكي على نجيب ميقاتي معناها مش سعد الحريري. لا نجيب ميقاتي نحكي على توا. نجيب ميقاتي هو نجيب ميقاتي
الاقتراضات بطبيعته طلع في اسرار سويسريه، معناها ملايين الدولارات موجوده في اما اللي لبنان اليوم حتى يعني احنا كنا نحكيو توا مع سي عبد القادر بودريقة على اسكو نجمو ناخذوا كريدي ولا، احنا قرض نتاع مليار وزوز مليار دولار وتبقى دوله كنا تبقى في جدل وفي بوسائل اعلامها بكل شيء. لبنان قيمه الديون 95 مليار دولار مع ناتج داخلي خام او ناتج اجمالي محلي ب 33 مليار دولار. واليوم قاعده تفاوض مع صندوق النقد الدولي على كريدي باش نعاودوا نهيكل. المشكله انه لبنان معناه خاطر ثم برشا سياسيين طلعوا في تونس على اساس ان تونس هي من لبنان، المشكله في لبنان تعتمد على نظام مصرفي فيه 100 اكثر من هو توا وصلوا 70 مصرف معناه، وتعتمد على السياحه، السياحه اليوم في لبنان ما عادتش معناه مع الازمه السوريه مع المشاكل الداخليه مع ثم لجنه احدثت بعد حاجه اخرى زي ايكونومي دولاريزي معناتها راهو يعتمدوا على الدولار في لبنان، معناتها الليره ما تعني حتى شيء تقريبا. وخلينا نضيف حاجه بما انه حكينا على صندوق النقد الدولي، المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي الاسبوع اللي فات نهار الاربعاء تحديدا كان تم تقديم مشروع للبرلمان اللبناني حول وضع ضوابط استثنائيه على حركه رؤوس الاموال. تعرف اللي فما مشكله خاطر ما لازمش الفلوس تخرج، رؤوس الاموال تخرج صحوبات. وهذا اللي قاعد يصير اليوم في لبنان وقاعد يهد ويفسد في الوضع اكثر الى الدرجه اللي كنا حكينا عليها من بكري. كان تقدم مشروع سابق كان ترفض من قبل البرلمانيين، وكان الاسبوع اللي فات تقدم المشروع هذا. المشروع هذا يجي في اطار التفاوض مع صندوق النقد الدولي باش يكون فما نوع من التحكم في الوضع المالي في لبنان. هو المودعين نتاع لبنان وصل بهم الامر، والله عملوا جروب على فيسبوك، دخلت نشوف الجروب. يعني الناس تهبط في حاجات، معناها الناس توصي على الدواء، توصي في بعضها على الدواء، توصي معناها ثم شكون كي يبدا واحد حالته حرجه يجبد له هو ويمد له، ومره جايه تجبد انت وتمد لي، معناها وضعيه سيئه جدا. معناها عبد يجي يحط فلوس في البنكه يوحل ما يلقاش فلوسه. انت حكيت على المودعين، وهو كما ذكرنا من بكري من ثلاثه اطراف اللي كان ذكرهم نائب رئيس الوزراء كان المودعين، مع المودعين المصارف قالوا باش تحمل باش نقسموا الخساره ما بين الاطراف هذوما الكل. منذ اسبوع وقت اللي وقع تقديم المشروع قانون حول وضع ضوابط استثنائيه كما قلت بالنسبه لرؤوس الاموال، اللي تقال في تبرير ما تعرف ما تبريرات لمشاريع القوانين انه المشروع هذا يجي في اطار حمايه شكون؟ أموال المودعين حمايه المودعين من خلال الحفاظ بقدر الامكان على اصول العملات الاجنبيه في القطاع المصرفي. شوف بعد بجمعه شنو هو التصريح اللي نسمعوه. هو حاجه اخرى زاد ابار المشاكل نتاع البنوك، وانه البنوك في لبنان يسمح لها بالمضاربه في اموال المودعين بالعملات بالعمله الصعبه. يعني هذاك اللي ثم حاجه اخرى في بدايه 2020 لبنان عملت لجنه معناها لسداد الديون، حصيلوا كانت نوعا ما مستقله معناها، وخرجت رابور نحكي لك على الفساد. 1% من الشعب اللبناني يمتلكوا 23% من البي بي نتاع لبنان، دونك طبيعي جدا معناها هالكونسنتراسيون الرهيبه والغريبه والموجعه نتاع الثروه طبيعي جدا باش توصل معناها باش توصل الدوله للوضعيه هذه. اوفيسيلمون لبنان دوله مفلسه، لكن بعيد على لبنان ثم ايلون ماسك اللي يحكي عنده مده على مواقع التواصل الاجتماعي ويحكي على الديمقراطيه وعلى حريه الاعلام والبومباردمون اللي عملها على تويتر وقت اللي قال انه تويتر الان تفشل في الالتزام بمبدا حريه التعبير، وغرد مرة أخرى قال بالنظر إلى أن تويتر بحكم الأمر الواقع يمثل ساحة عامة فإن الفشل في الالتزام بمبادئ حرية التعبير يقوض الديمقراطية بشكل أساسي. هل بومبارد مولي عامله اليوم شراء 9.2% من أسهم شركة تويتر؟ به 9.2% باش تعرف قوة تويتر برك، 9.2% من أسهم شركة تويتر هي 73 مليون و500 ألف سهم، وتمت الصفقة عبر صندوق إيلون ماسك اللي هو المدير متاعه، والقيمة المبلغ المالي اللي دفعه إيلون ماسك قيمة الحصة معناها متاع 9.2% 2.9 مليار دولار. هو قبلها كان يسب في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هو يسب صحيح في وسائل التواصل الاجتماعي، أما بالنسبة له
ديما في وسائل التواصل الاجتماعي المقصود بين ظفرين هو فيسبوك اسونسيالمون. نعم. عنده عقده وعنده مشكله من فيسبوك ويعتبر انه مضيعه للوقت مهلكه للشباب والمواطن بامبورت معناتها في العالم الكل وين ما كنت موجود هو مفسد جدا. لكن هو من اصدقاء تويتر ايش كومبرون اليوم كياخذ 9.5% من المؤسسه 0.2% من اسهم الشركه. نفهم الحقيقه معناتها على الاخر لانه مغروم بتويتر تقريبا يوميا ينزل في اكثر من 9 الى 10 نوتيفيكاسيون على ايلون ماسك كل يوم كل ساعه تجيني نوتيفيكاسيون على انه ايلون ماسك مهبط هاو برلين هاو مدري شنو هاو لا والبوست نتاعو والبوست نتاعو كلهم كلمه معناتها كلمه كان يكتب البوست نتاع 10 اسره معناتها لا ما عرفتش كنت تفكر وقتها منين كان يتبع في البيتكوين وقتها ومنين كان البيتكوين يمشي نورمال 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 بعد يعمل كان بعد ولا هو ثم شكون اللي قبله معناها اللي كان يكتب على تويتر يطلع في اسمه بعد ولا يعمل فيها بشكل نوعا ما فيه فساد معناها بمعنى انه يكلموه شركات معينه يطلعوا له كما ليثيروم كيفاش طلع من خلال ما معناها حاجه كيما هكا انا شفت بشكل طوعي زاد نفكر كلوب هاوس المنصة اللي موجودة على انترنت كيف كيف نزل كلمة قال فكرة ذكية جدا معناتها وحكي على وقعد مدة وهو يحكي على الموضوع وشارك حتى في نقاشات صارت في كلوب هاوس وطلعت القيمة متاع المؤسسة بشكل كبير وفما صار موجة كبيرة من الأشخاص اللي يحبوا يدخلوا للمنصة نجوم كبير صار حول المنصة دي نوك يعمل فيها ما تصورش لي سبونسورينج معناتها لو حالة إيلون ماسك يخلص فيها والله إيه نعطيك 100,000 دولار وتحكي لي نحكيو على لا نحكيو على معناها شخص اخر حب معناها يعتمد على اساس انه هو يعمل في نوعا ما في اناليز على الاسهم وبعد ولا شركات تعطيه فلوس يعمل الاناليز زعما مش يطلع هاي مش يطلع اسهم ولكن ايلون ماسك ما يحتاجش معناها بشيء حاجه اخرى حاجه عجبته يهبط عليه حاجه 9% هذه عملت له ارباح في نهار واحد ب 720 مليون دولار يعطيك الصحة طلعت المورال تاع برشا توانسة انتي ميرسي بوكو عبد السلام الهرشي شكرا لمنال الغربي في الاعداد والتنسيق ميرسي وكل يوم تسمعوها في عين على المؤسسة غدوة ما نعرفش شنو باش تحكي لنا منال هي باش تقرر علي باشا شكرا ليك في الاخراج كان معنا في الاخراج الرقمي ادم مدم وريم سعادية كنت معكم من وراء الميكرو ملتقانا ان شاء الله غدوة في نفس الوقت شاهة طيبة باي باي ايكوماج للي يحب يستحسن للي يحب يحسن وللي يحب دار احسن للي ناوي على الخير وللي يحب كرهب خير الفرحة عازم للفرحة الكبيرة للي قصد ربي وللي قصد بيت ربي للي مازال حد سقيه وللي سقيه حفاد في مصرف الزيتونة كل حد معانا حلمته أمانة الكل حلمة الكل فكرة والكل مشروع صغير كان ولا كبير عملنا تمويل مصرف الزيتونة قيم تجمعنا فلاش بورس مرحبا بكم على اكسبريس اف ام بداية اسبوع بارتفاع طفيف المؤشر بورصة تونس اللي ربح 0.05% في اقفال حصة نهار الاثنين في مستوى 7092 نقطة جملة العمليات في الحصة وصلت 2.6 مليون دينار أداء أسهم الشركات سيطر عليه اللون الأحمر عند الإقفال 13 شركة سجلت ارتفاع في أسهمها مقابل 23 تراجع سهم أسيغونس ستار كان الأكثر حركية في جملة عمليات تقارب 1,900,000 دينار أسيغونس ستار عرف ارتفاع ب 0.44% في الإقفال في مستوى 112 دينار و500 ملي من بين أكثر الأسهم حركية وفي نسبة ارتفاع ب 5.51% تجاري بنك طلع المستوى 32 دينار و920 مليم في تداول أكثر من 200,000 دينار بالنسبة للتجاري بنك مجلس إدارة الشركة يقترح توزيع مربيح دي ديفيدوند بحصة 3 دينارات و150 مليم للسهم الواحد مقابل توزيع 2 دينارات و700 مليم في السنة الفارطة من أهم الارتفاعات في الحصة أيتاك اللي ربح 3.88% المستوى دينار و70 مليم موبل انتغيور طلع المستوى 3 دينارات و200 مليم بارتفاع ب 3.22% من ناحية الانخفاضات بولينا القابضة نزل المستوى 9 دينارات و530 مليم بولينا جروب هولدينغ نزل ب 5.45% في تداول ما يقارب 5500 دينار ساماني باليز نزل المستوى 2 دينارات و980 مليم تراجع ب 4.48% كذلك تونيزي ليزينغ نزل المستوى 8 دينارات و980 مليم بانخفاض ب 4.46%
نذكر مؤشر بورصة تونس أقفل أول حصة بالتوقيت الرمضاني من 9 متاع الصباح بداية التداول حتى يكشل نص نهار ودرجين كموعد للإقفال. أنهى الحصة بارتفاع ب 0.05% المستوى 7 دينارات و 92 نقطة. جملة العمليات في الحصة كانت في حدود 2.6 مليون دينار. تلقاو كل أخبار البورصة في تونس على www.radioexpressfm.com. فلاش بورس للي يحب يستحسن، للي يحب يحسن، وللي يحب دار أحسن، للي ناوي على الخير، وللي يحب كره بخير. الفرحة تعزم للفرحة الكبيرة، للي قصد ربي،